مشاهدينا، في أول أخبار، وزارة الداخلية أخلت إدارة المشتريات والمستودعات في الإدارة العامة للمالية والخدمات بشرطة أبو ظبي الموظفين والمراجعين من مبناها في غضون دقائق معدودة ضمن تمرين عملي ناجح لسيناريو حريق، وذلك في إطار تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية لقياس مدى استعداد وجاهزية الفرق المختصة للتعامل مع الحوادث الطارئة والمماثلة لتوفير السلامة للمنتسبين والمراجعين وحماية المنشآت. وركز سيناريو التمرين على اختبار كفاءة العاملين والمتعاملين في سرعة الاستجابة بمشاركة مركز الدفاع المدني القبيسات وإدارة العمليات وقسم الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبو ظبي والمرور والدوريات ودوريات الإعلام الأمني في الإدارة العامة للإسناد الأمني بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. تنطلق صباح غد الثلاثاء في أكاديمية شرطة دبي البطولة السابعة لألعاب الدفاع عن النفس التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك في لعبتي التايكوندو والكاراتيه على مستوى أكاديميات وكليات ومدارس الشرطة في الدولة. وذكر العقيد عارف علي الريس القائم بأعمال مدير اتحاد الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية أن تنظيم هذه البطولات يندرج ضمن استراتيجية الاتحاد لنشر المنافسات وألعاب الدفاع عن النفس، حرصا على تفعيل الأندية الرياضية على مستوى الوزارة وإكساب عناصر الأمن المهارات البدنية إلى جانب العلوم الأمنية والشرطية. ترأس سعادة اللواء خميس مطل المزينة القائد العام لشرطة دبي الاجتماع الدوري لمجلس القيادات التنفيذية الإداري بحضور عدد من الضباط ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي، وناقش المجتمعون محاضر الاجتماع السابق والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ. واطلع سعادة اللواء المزينة والحضور على عرض مقدم من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ والإدارة العامة للجودة الشاملة، ووجه سعادته بتشجيع الموظفين على تقديم أفكار مبدعة ومشاريع تطويرية ومبادرات تنموية وصولا للتميز والإبداع والعمل على مواكبة خطط الحكومة وتوجهاتها الرامية إلى تطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها، بحيث تحقق شرطة دبي أعلى معدلات السعادة وفق المؤشرات العالمية للتنافس. كما شهد العقيد الدكتور خبير إبراهيم الدبل مدير إدارة خدمة التدريب الدولي المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب ختام دورة إعداد محاضري البرامج وأكد العقيد الدبل خلال ختام الدورة حرص برنامج خليفة على إعداد أجيال طلابية واعية تفتخر بها الدولة محصنة أمنيا وإخلاقيا عبر برامج توعية تسعى لتوحيد الجهود الوطنية في سبيل التنشئة الأمنية والإخلاقية المناسبة لجيل الطلاب، حثا المشاركين في الدورة التعامل مع الطلاب والطالبات كآباء وأمهات وتقديم القدوة الحسنة لهم وأن يجعلوا النجاح عنوانا دائما في حياتهم. قبضت شرطة الشارقة على ما وصفته بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير تأشيرات الدخول وتصريحات الإقامة أو استخدامها مزورة وبيعها لأشخاص خارج الدولة عن طريق وسطاء في الداخل من الجنسية الباكستانية بغرض إدخالهم إلى الدولة، وكانت معلومات قد توافرت للأجهزة التحريات والمباحث الجنائية في إدارة شرطة المنطقة الشرقية تفيد بوجود شبكة تستهدف العمالة الآسيوية من خلال إصدار تأشيرات عمل مزورة لأشخاص موجودين خارج الدولة بدعوى توفير فرص عمل لهم داخل الدولة مقابل مبالغ مالية متفاوتة. أكد العقيد علي سعيد العليكم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة أن سلامة أبناؤنا من الطلبة والأطفال تحديدا نوليه اهتماما وحرصا كبيرا. جاء ذلك خلال الزيارة التثقيفية التي قامت بها إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة لأطفال المدرسة البريطانية برأس الخيمة، وذلك للتوعية حول السلامة المرورية واستعراض أهم وأبرز اشتراطات السلامة في ركوب الحافلة المدرسية تحت شعار أخلاقك المرورية قرارك واختيارك أنت، حيث نفذت بشؤونهم العديد من البرامج التوعية ولأولياء أمورهم. تضمنت العديد من المحاور الرئيسية الهامة ومنها كيفية تجنب الوقوع في الحوادث المرورية وضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية والعبور الصحيح للطريق ومخاطر اللعب بالطرقات العامة. مشاهدينا، لنا لقاء مع شباب الدار بعد هذا الفاصل بإذن الله.